شروط وجوب الحج خمسة شروط، شروط وجوب الحج اللي متفق عليها بين العلماء، حتى يجب الحج على إنسان لا بد أن يكون هذا الإنسان مسلما، لا يكون الحج واجبا على كافر. يبقى الإسلام هذا شرط، العقل الشرط الثاني، البلوغ الشرط الثالث، الحرية الشرط الرابع، الاستطاعة الشرط الخامس. يبقى خمس شروط إذا توافرت في إنسان قلنا له وجب عليه الحج: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. خمس شروط. اختلف العلماء في شرطين، شرطان وهما أمان الطريق وإن كانوا نجس. أمان الطريق، هذان الشرطان الإنسان الذي يجب عليه الحج، فرضنا معه شروط هذه متوفرة، هذا مسلم وهو بالغ وهو حر وهو مستطيع وهو عاقل، وقلنا له وجب عليه الحج، ولكن الطريق غير مأمون، عشان يصل الحج فيه عدو في الطريق يمنعه، مش هيقدر يصل إلى هذا المكان، أو أنه يقدر الآن ولكن ما فيش طريقة يصل بها إلى الحج، هذا ما فيش عدو في الطريق لأنه ما فيش مواصلة توصله وحيفوته الحج في هذا العام. إذا نقول الشرطان أمان الطريق، ما فيش قطاع طريق في الطريق، ما فيش لصوص، ما فيش أعداء، ما فيش حاجة تمنع. الحاجة الثانية وهي الإنسان الغفير، إنسان الغفير، لعل هذا الإنسان في يوم 8 ذي الحجة جاله مكافأة كبيرة معه مال كثير، لكن ما فيش طيران ينقله إلى هناك، ما يقدرش يوصل إلى هناك. يبقى هنا علشان يمكن أن يسير ويصل معهوش ما يمكنه من ذلك، لكن المال موجود الآن، فالمال ليس وحده هو الذي يوصله، ولكن لابد من وسيلة حتى يصل. طيب هنا أمام الطريق وإن كان المسير، هل يقال هما من شروط الاستطاعة ولا من شروط لزوم أداء الحج؟ فاختلف فيهما العلماء، هل هما من شروط وجوب الحج؟ إنه إذا وجدت هذه الشروط يبقى يجب عليه، مش موجودة الشروط السبعة بقى يبقى لا يجب عليه، ولا أنها من شروط لزوم السعي. لزوم السعي يعني بنقول له طب أنت مش قادر السنة دي بقى السنة الجاية تفعل هذا الشيء. العلماء الجمهور على أنها هذه الشروط السبعة كلها شروط وجوب للحج، حتى يجب عليه لابد من وجود هذه الشروط السبعة. في قول الإمام أحمد رحمه الله وهو راجح في المذهب أنها من شروط لزوم السعي، الشرطان يعني اللي هو أمان الطريق ويقدر على المسير إن كان المسير، أنها من شروط لزوم السعي. هينبني على الخلاف إيه؟ الخلاف هل هي من شروط الوجوب ولا شرطان من شرائط لزوم السعي؟ إذا قلنا شرائط الوجوب لم يجب عليه الحج، ما لهوش الحج لأنه هذا غير مستطيع. إذا قلنا أنهما شرطان لزوم السعي إذا هنا ما يلزمكش تسعى السنة دي بس خلاص وجب عليك الحج واسعى السنة القادمة. هذا القول أحوط، هذا القول أحوط، وإن كان الراجح من حيث الدليل أن هذا ليس مستطيع الذي معه المال الآن ولكن ما فيش وسيلة توصله، حيفوت موسم الحج من غير ما يصل أنه ليس قادرا، هذا الراجح من حيث الدليل وهو قول في الجمهور أنه غير مستطيع. فعلى ذلك الراجح أن هذه الشروط كلها سبعة شروط للوجوب، لأن الله عز وجل إنما فرض الحج من استطاع إليه سبيلا وهذا لم يستطع السبيل إليه. لكن إذا توفي هذا الإنسان وكان معه من المال ما يمكن أن أهله يحجون عنه يبقى يلزمهم أن يقضوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يحجوا عن هذا الإنسان الذي وجب عليه الحج ولم يفعل بسبب من الأسباب أو بعذر من الأعذار. الشروط الخمسة اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة تنقسم إلى ثلاث أقسام، هذه الشروط تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والصحة. نقول شرط وجوب إذا وجد وجب عليك أن تحج، هذا شرط للوجوب، لم يوجد هذا الشرط يبقى لا يجب الحج، لا شرط وجوب. شرط للصحة يعني حتى يصح منك هذا الحج، ستكون حجة ما هيش لعبة في العرف وهنا لابد من وجود هذا الشرط. وهنا شرط الوجوب الإسلام والعقل، شرطان للوجوب، شرطان للصحة، وجوب للصحة. إذا غير المسلم لا يجب عليه لأنه أو لا يخاطب به، إن كان يوم القيامة يحاسب على تركه ذلك،
ولكن في الدنيا لا يطلبه ذلك لأنه لم يأتي لأصل الإيمان بشهادة لا إله إلا الله حتى نقول له يلزمك أن تحج. إذ فرضنا أن هذا الكافر تشبه بالمسلمين وفعل هذا الشيء، هذا لا يصح منه هذا العمل لأنه لم يأتي بالتوحيد. إذ أشرط وجوب وصحة الإسلام والعقل. إذ المجنون لا يصح منه أن يحج بنفسه، المجنون يحج بنفسه ولا يصح منه، والصبي الصغير لا يصح منه أن يحج بنفسه، لكن الذي يحج بالإثنين الولي، الولي إذا الولي الذي له النية، الولي الذي يصنع بهما أفعال الحج ويأخذهما إلى عرفة إلى مزدلفة كذا، وهنا وجود الولي. أما هما بأنفسهما لا يصح منهما عدم العقل وما عدم الإسلام، وهنا شرط وجوب وصحة الإسلام والعقل. فلا تجب العبادة على كافر ولا مجنون، فإن فعلها فلا يصح منهما لأنهما ليس من أهل العبادة. وهنا ذكرنا أن المجنون بقيد عدم الولي، بقيد عدم الولي، لكن مع وجود الولي فحكم حكم صغير صغير الذي رفع عنه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. منها شرطان للوجوب والإجزاء، يعني حتى يجب عليه، وفرق بين أن نقول يصح منه وأن نقول يجري. يصح منه، قد يصح منه على حاله الآن يكون نافلة، يكون فريضة فصح منه هذا الحاج. فإذا كان نافلة من نسبة الصغير أو للعبد، إذا أعتق العبد بعد ذلك أو بلغ الصغير وصار مستطيعين وجب عليهما الحج حجة الإسلام، فهذا كان مجزي في هذا الوقت أنه حج صح منهما، ولكن ليس المجزي عن حجة الإسلام. لذلك الشرطان اللذان هما للوجوب وللإجزاء البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. يبقى البالغ يجب عليه، الغير البالغ لا يجب عليه. البالغ وجب عليه وحج فقبل منه ذلك وصار مجزيا عنه، ومعنى الإجزاء سقوط الفريضة عنه ولا يلزمه الإعادة ولا القضاء لهذه الفريضة. يبقى شرطان الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية. فالعبد الذي يحج حجه صحيح يصح منه، لكن هل هو مجزي عن حجة الإسلام؟ مجزي في حال أن يتوفى وهو رقيق وهو عبد، لكن إذا أعتق لا، هذا كان في هذا الوقت، فيلزمه إذا صار مستطيعا أن يحج حجة أخرى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى شرطان الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية. فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام، يبقى هنا يصح الحج، يصح ويقبله الله سبحانه تبارك وتعالى. عرفنا قبل كده الفرق بين أنه يصح وأنه يقبل، فالذي نحكم به الصح ولا نحكم بالقبول، قبل هذا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن الصحة معناه أنه لا يجب عليك أن تعيد، لا يجب عليك إعادة، سقط عنك الفعل الذي هو فرض عليه. إذا نقول لو حج الصبي والعبد صح حجهما، يعني طالما هذا صبي فصح منه هذا الحج في هذا الحين لغاية ما يبلغ هذا الصبي يصير مستطيعا على حجة الإسلام التي كلف الله عز وجل العبادة بها. كذلك العبد على ما فصلنا. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الشرط الخامس، شرط للوجوب، وهو الاستطاعة. الاستطاعة، وحيدخل تحت الاستطاعة إن كان المسير وأمام الطريق. لو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة حد كان حجه صحيحا ومجزئا. هذا شرط للوجوب، نقول حتى نقول وجب عليك الحج وتأثم بعدم الأداء لابد وأن تكون مستطيعا لهذا الحج. فإذا كان مستطيعا مع الشروط الماضية نقول يلزمك أن تحج لأنك الآن مستطيع. يبقى هنا الشروط لوجوب الحج خمسة شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. فإذا كان هذا الإنسان جمع هذه الشروط قلنا يجب عليك الآن أن تذهب وتحج لأنك مستطيع. لو أن الغير المستطيع حج قلنا الحج صحيح منه، الغير المستطيع تدشم أن يحج مع كونه لا مال له ولا زاد معه وحج ناجيا حج راكبا استدان وحج وهو لا يجب عليه، نقول صح منه حجه. الكافر الأصلي لا يطالب بفعل الحج، الكافر الأصلي
نفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. المرتد مسلما ثم بعد ذلك فعل أو قال أو اعتقد ما يخرجه عن الملة والعياذ بالله. الكافر الأصلي لم يكن في الإسلام أصلا، فعلى ذلك هذا الكافر الأصلي لا يطالب بفعله، لا يطالب بفعله سواء كان مستطيعا أو غير ذلك. فغير مستطيع مع الهوش، المستطيع لا يطالب به وإن سئل يوم القيامة عنه، سواء كان حربيا أو ذنيا، كذلك إن كان كتابيا وسريا، كذلك المرأة والرجل، كل هؤلاء لا يخاطبون بفعل ذلك. فإذا أسلم هؤلاء، إذا أسلموا لم يخاطبوا بما فاته. إذا أسلموا، لو أن إنسان كافر كان مليونير في حال كفره صار مفلسا وأسلم بعد ذلك، بعدما أسلم مش هنقول له أنت كنت غنيا الآن وجب عليك الحج، لا يجب عليه الحج الآن. ما كان في الماضي في الجاهلية هدمه الإسلام، كل ما كان عليه هذا الإنسان من أفعال من غنى وضاع منه هذا، الآن بعد ما صار مسلما يخاطب على ما هو عليه الآن. لما جاء في حديث النبي وفهم قال الإسلام يهدم ما كان قبله، وفي رواية يجب ما قبله. فإذا كان هذا الإنسان مستطيعا قبل ذلك وأراد أنه يفعل، نقول لا يقبل منك لأنك كافر، مع الكفر لا يقبل منه العمل. فلو أنه أسلم وصار مفلسا ولا مال معه، فنقول أنه لا يسلم ولا يخاطب بما كان عليه قبل ذلك في أيام جاهليته أنه كان غنيا، بل الإسلام يلب ما كان عليه قبل ذلك من شيء. فإن استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك على ما ذكرنا، لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لها. وأما المرتد فيجب عليه، فإذا استطاع في مدته ثم أسلم وهو معسر فالحد مستقر في ذمته بتلك الاستطاعة. فرق بين الاثنين، الإنسان الكافر الأصلي لا يخاطب بأفعال الإسلام إلا أن يخاطب بالتوحيد يؤمر به، لكن الإنسان المرتد مطلوب حالا يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإلا حد الله عز وجل يقام عليه أنه يقتل لردته. فكونوا النحي هو مخاطب بأحكام الإسلام، ليس من حقه أن يكفر وأن يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. فالمرتد يجب عليه، كان غنيا في حال ردته مطالب بأن يسلم ومطالب بأن يحج بعدما يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإن استطاع في حال ردته ثم أسلم وهو معسر فالحد مستقر عليه، فإن قدر بعد ذلك لزمه أن يأتي بذلك. أما الإثم وترك الحج فيأثم المرتد لأنه مكلف به في حاجة ردته. الناس في الحج خمسة أقسام، نقسم الناس على خمسة أقسام في الحج. القسم الأول من لا يصح منه بحاجة، لا يصح منه الحج بحاجة، وهذا هو الكافر. الكافر لو أنه حج لا يصح منه ذلك، لو أنه فعل فعلا من الأفعال، جاء شهر رمضان وصام مع المسلمين كنوع من التذلل للمسلمين، لا يصح منه ذلك. حتى يقبل منه العمل لابد أن يأتي بأصل الأصول، بأصل الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من الناس من يصح له الحج يعني وكذلك العمرة، لا بالمباشرة، لا بالمباشرة، مش هو اللي حيباشر ولا هو اللي حينوي، ولكن الولي، وليه الذي يقوم بالمباشرة بهذه الأشياء هو الذي ينوي له. وهذا الصبي الذي لا يميز، صبي رضيع، صبي له سنة سنتين ثلاث سنين، صبي صغير، كذلك المجنون، هذان إذا كان مسلمين يحرم عنهما وليهما، مش هما اللي حيبشروا الأعمال ولا النية، وإنما الولي هو الذي سينوي وهو الذي سيقوم لهما بالأعمال ويهيئهما لأعمال الحج والعمرة. الثالث من يصح منه بالمباشرة، يباشر أعمال المناسك، وهو المسلم المميز، الصبي ولا الصبية المميزان، فيصح منهما بالمباشرة سواء كان صبيا أو عبدا. الرابع من يصح منه بالمباشرة ويجزئه عن حدة الإسلام، صح منه يعمل هذه الأعمال وهو مجزئ عن حدة الإسلام، ده حيبقى المسلم المميز البالغ الحر. الخامس من يجب عليه، وهنا شوف فرق بين يصح منه ويجب عليه، يصح منه كان لسه ما وجبش عليه أنه غير مستطيع ولكن فعل فصح منه ذلك، فإذا صار مستطيعا وجب عليه وأجزاءه إذا فعل، وهو المسلم البالغ الحر العاقل المستطيع.
فشرط الصحة في المطلقة إذا حد إنسان وقلنا شرط حتى يصح منه ذلك الإسلام، الإسلام أن يكون مسلما، ولا يشترط التكليف، بل حيقوم الغير بالنية زي الولي مع الصبي الصغير أو المجنون. شرط صحة المباشرة بالنفس الإسلام والتمييز، حتى يباشر الأعمال بنفسه فيفعلها لابد أن يكون مسلما ومميزا، المميز اللي هو يفهم الخطاب ويرد الجواب، جاوز 7 سنوات أو 8 سنوات. شرط وقوعها محدة الإسلام البلوغ والعقل والإسلام والحرية حتى يقع من حدة الإسلام. فإذا كان ليس بالغا ليس عاقلا، لا إذا كان عبدا ليس حرا، فهذا لا يقع عن حدة الإسلام. إذا كان غير مسلم الباب أولى أنه لا يصح منه ذلك. لو تكلم تغير مستطيع الحد وقع عن فرض الإسلام، ولو نوى غير حدة الإسلام وقع عن حدة الإسلام. لو تكلف غير المستطيع الحج، إنسان لا يملك شيئا وكلف نفسه استدان وذهب وحج، هذا غير مستطيع، فتكلف وقع ذلك الحج عن حدة الإسلام عن فرض الإسلام. طب لو وهو ذاهب قال أنا غير مستطيع فأحج تطوعا، نوى أتطوع بذلك، هنا ينقلب إلى حجة الإسلام زي الذي حج عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنك ثم حج عن شبرمة. شرط وجوب الحج البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. حكم حج المجنون، المجنون إما هيحج وحده فلا يصح منه ذلك، إذا كان هو يقوم بهذا الشيء لا عقل له فلا يصح منه ذلك، أو أن إنسانا آخر يقوم معه بهذا الشيء فينوي عنه ويأخذه إلى المناسك فيقضي في عرفة وكذا، إذا هنا هذا أمر آخر أنه يصح ذلك كثواب له، كثواب لهذا الإنسان. لكن إنه حدث الإسلام لا، مش حدث الإسلام لا تجب على هذا حدث الإسلام. روى أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفير. وفي رواية رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يضع، وعن الصغير حتى يكبر. إذا هؤلاء رفع عنهم القلم، قلم الإثم، قلم التكليف. وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون، لا يجب الحج على المجنون. وهنا الإنسان المجنون لا يجب عليه، ولكن لو حج به وليه فحكمه هو حكم الإنسان أو الصبي الصغير الذي رفعته المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. المغمى عليه هذا غير مفيق، حكمه حكم المجنون، ما فيش عقل في هذا الإنسان، فلا يصح منه حد فريضة. لو أن إنسانا أغمي عليه من أول الإحرام عند إرادة الإحرام شنوه وهو مغمى عليه، هو لم يحرم عن نفسه، حملوه ذهب إلى عرفة إلى المزدلفة إلى كذا وطافوا به سعوا به، كل هذا لا يصح منه كحدث الإسلام. فالمغمى عليه لا يجوز أن يحرم عنه غيره لأنه ليس بداء العقل، ويرجى برؤه عن قريب فهو كالمريض، فلا يطاف به ولا يسمع به أفعال الحج، إلا إذا كان إن هذا الإنسان قد أفاق من إغمائه فعل ذلك يحمل طالما أن عقله موجود الآن. من يجن ويفيق، إنسان الذي يجن ويفيق كالإنسان الذي تأتيه نوبات فراغ وتطول معه تنكس معه أياما وهو مصروع، يذهب عقله ثم يفيق بعد ذلك ثم يذهب عنه عقله وهكذا، الذي يجن ويفيق إذا كان في خلال مدة الإفاقة يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية لزمه الحج، وإلا فلا. إذا كان فترة يزيل الجنون في فصل معين من الزمن، في فصول أخرى ما فيش، وحج به في خلال ذلك وهو مفيق فالحد منه صحيح. لو سافر الولي بالمجنون إلى مكة فلما بلغ أفاق فأحرم، لما وصل يعني عند المكان الإحرام أفاق فأحرم، صح حجه وأجزأه عن حدة الإسلام. يعني فرضنا إن هذا الإنسان أخذه وليه ليحج به وهو مجنون، الآن حنعمل عنه هذه المناسك، فإذا فعل وهو على هذه الحالة لا يصح منه عمل بالمباشرة، وإنما الذي يصح فعل الغير الآن أنه يفعل له ذلك وحكم حكم الصبي الصغير، فيكون ذلك شيء من التطوع وليس الحدث الفريض. لكن فرضنا أنه أدرك رجع إليه عقله ففعل المناسك أدى المناسك، إذا على ذلك صح عن حدث الإسلام، حتى لو كان في البداية حين ذهبوا به كان قد ذهب عقله ثم رجع عقله.
يشترط لصحة مباشرة بنفسه للحج إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي في الأركان. عند أداء الأركان يكون عقله حاضرا. فإذا كان وأثناء الأفعال هذه عند الإحرام عقل، عند الطواف كذلك، عند الوقوف بعرفة، عند السعي، يبع على ذلك الحد منه صحيح. حد الصبي. روى البخاري عن سائل يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين وروى مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء مكان، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لا يجب الحد على الصبي ويصح منه رضيعا كان أو مراهقا. الرضيع يرضع لسة في خلال السنتين، المراهق يعني الذي كاد يبلغ، المراهق الذي دون البلوغ كاد يبلغ لكن لم يبلغ بعد، هذا المراهق. ثم إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه. المميز حده الحنابلة بأنه بلغ سن التمييز أنه 7 سنين، 7 سنوات لهذا. عند الشافعية حدوه ب7 أو 8، والإمام النووي حطلوا حد. قال أصحابه في حقيقة الصبي مميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا يضبط بسن المخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام، يعني أنه ما بيقولش 7 سنين لازم 7 بالضبط، ولكن ممكن يكون 7 سنوات أقل شوية أكثر من ذلك. المهم أن هذا يفهم الكلام، يعرف يرد الجواب، يفرق بين الأشياء، فهو المميز كما أصل التمييز في ذلك. يقول فريوم في مصباح المنير تميز الشيء بمعنى انفصل عن غيره. والفقهاء يقولون سن التمييز والمراد سن إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه، وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. إن كان الصبي أو الصبية مميزين أحرم بأنفسهما بإذن الولي، فإن استقل الصبي وأحرم بنفسه بغير إذن وليه لم يصح. لو أن الصبي أحرم قال لبيك عمر لبيك حجة من غير إذن الولي لا يصح منه ذلك، ولوليه تحليله إذا رأى ذلك المصلحة. أما الصبي الذي لا يميز فيحرم عنه وليه. الصبي الصغير عنده 3 سنوات 4 سنوات يحرم عنه، مش معناه يجسس الإحرام، ولكن يحرم بمعنى ينوي عنه، يبقى هنا يحرم الولي عن الصبي لأن يعقد له الإحرام كما سيأتي. سواء كان هذا الولي حلالا أو كان محرما، وسواء كان حج عن نفسه أو لا يبقى على ذلك الولي الذي يحرم عن الصبي معنى ينوي له، ذلك، فيلبسه لبس الإحرام ويجعله يطوف أو يسعى أو يوكل به من يفعل به ذلك في المناسك، يصح ذلك. الولي الذي يجوز له عقد الإحرام عن الصبي، نقول الولي، من هو الولي؟ الولي الأب، هذا الأصل في الولي. كذلك الجد عند عدم الأب، الجد والجد الصحيح هو أبو الأب، يعني عند عدم الأب لا عند وجوده، يعني الجد ليست له ولاية مع وجود الأب، لكن وجد الأب فالولاية للأب. وكذلك يجوز للوصي والقيم، الوصي والقيم يبقى للحاكم حي عين هذا الإنسان قيما على هذا الصغير الصغير، أو الوصي الذي أوصى أبوه قبل أن يموت يا فلان أنت وصي على هذا الصبي افعل به كذا وحدده وكذا، فهذا الوصي يعقدان الإحرام عن الصبي، لا يجوز لهما أن يعقد الإحرام عن الصبي. أما الأم والإخوة والأعمام وسائر العصبات فليس لهم ذلك إذا لم يكن لهم وصي، إذا لهم ذلك بالوصي أن الأب أوصى لهما أو إنه الحاكم أذن لهما في ذلك، أن الأم هي المتصرفة في مال الصبي، هي أشفق من يقوم بذلك على هذا الصبي، فأذن لها ذلك التصرفات المالية على الصبي، فصارت الآن ليش لكونها أمة ولكن لكونها وصية، وهنا الأمومة فيها رحمة وفيها شفقة، لكن الولاية المالية هذه للولي الذي هو الأب أصلا،
الأم يقول لها ذلك إذا كان بإذن الحاكم، جعل للأم الولاية أو جعلها وصية على مال أصغري أو جعلها قيمة على مال أصغري. إذا الأم والإخوة والأعمام وسائر العصابات فليس لهم ذلك إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من الحاكم في ولاية المال. فإن أحرمت أمه عنه الراجح أنه يصح، الراجح أنه يصح. هنا كان المفترض على هذه التقدمة اللي قلنا أنه لا يصح، ولكن إزاي يقول لا يصح والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حد ولك أجل؟ إذا على ذلك الأم التي رفعت قضيها للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل سؤالي هذا حد، قال لا له حد ولك أجل، فدل على أنها مأجورة على ذلك. فإذا كانت هذه حد الصبي من مالها فله حد ولها أجل على ذلك. من مال الصبي وكان غنيا له مال وكانت هي القيمة على ماله أو الوصية على ماله فكذلك لها له أجر على ذلك، لها أجر وله حد. صفة إحرام الولي عن الصبي، إزاي يحرم عنه؟ الإحرام بمعنى عقد النية، يبقى هنا النية في القلب. يصير الصبي محرما بمجرد أن ينوي الولي جعله محرما، زي ما أنت تحرم عن نفسك النية ثم تقول لبيك حج أو لبيك عمرة، فالولي يقول عقدت الإحرام لفلان، أو لم يقل وفي قلبه أنه الآن صار فلان هذا محرما، كما إذا قال عقد له النكاح أو إذا عقد له النكاح يصير متزوجا بذلك. طيب إذا صار الصبي محرما إيه اللي حيعمله وإيه اللي يصبه منه الولي؟ متى صار الصبي محرما بإحرامه أو إحرام وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام. إذا زي ما يصنع الكبير بنفسه كذلك يصنع مع الصغير، يبقى يغسله عند إرادة الإحرام ويجرد عن المقيت لبس الإزار والرداء والنعلين، إن تأتى منه المشي يطيبه وينظفه، هذا قبل أن يحرم عنه، ثم يحرم الصبي أو يحرم عنه الولي. يجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل، زي ما الرجل الكبير يحرم عليه ان وضع الطيب من يقص اظفاره ويقص شعره، كذلك يمنع الولي الصبي من ذلك. فان قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، او اخذه من يده وطاف معه، ان لم يكن يقدر يبقى يحمله ويصوم به او يركبه على شيء يصوم. فان كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف، كان صبيا صغيرا لا يعقد ذلك، بعدما حمله وطاف به بالبيت يبقى الولي الآن هو سيصلي ركعتي الطواف عن هذا الصبي. وإن كان مميزا أمره الولي فصلىهما بنفسه، صبي عنده 8 سنوات 9 سنوات بعد مطاف بالبيت الولي يأمره صلي ركعتين عند المطاف. يشترط إحضار الصبي عرفات سواء المميز وغيره، ولا يكفي حضور الولي عنه. وهنا الحج عبادة بدنية ومالية، إذا لابد من حضور الأبدان في المواقف، فهنا الولي أحرم عن الصبي للعذر، لكن من تعش يقف عنه ولا هنقض بعرفة خليه هو في البيت في مكة، لابد أن يحضر الصبي معه في عرفة فيقض الصبي دعوة كذا، يحضره مزدلفة والمشعر الحرام ومن وسائل المواقف، لأن كل ذلك يمكن فعله من الصبي. يجمع الولي في إحصاره في إحضاره عرفات بين الليل والنهار، زي ما الكبير يلزمه أن يقف في عرفات لغاية ما تغرب الشمس، كذلك لابد أن يقف بالصبي الصغير أو يوقفه حتى تغرب الشمس. فإن ترك الجمع بين الليل والنهار أو ترك مبيت المزدلفة أو مبيت ليالي منى وجب الدم في مال الولي، والولي هو الذي قصر في ذلك، يبقى الدم على الشاع عن ترك واجب من الواجبات في مال الولي لأن التطريف منه. فإن قدر الطفل على الرمي أمره به الولي وإلا رمى عنه، إذا كان يقدر الصبي على الرمي في الزحام ويقدر يرمي رمى، إذا لم يكن فالولي يرمي عنه. يستحب إن استطاع أن يضع الحصى في يد الطفل، كان حيرمي الجمرات وما في الزحام يقدر على ذلك فيحمل الطفل ويجعله يرمي، إذا لم يكن يبقى الولي هو الذي يصنع ذلك. نفقة الصبي في سفره في الحج، نفقة الصبي في سفره في الحج يحسب منها قدر نفقته في الحضر من مال الصبي، وأما الزائد بسبب السفر فمن مال الولي. هذا لو تخيلنا أن هذا الصبي له مال،
قد يكون الولي زي ما بقول الأب مثلا، أو يكون الولي الجد، وهذا الصبي وارث من أبيه مالا كثيرا ولا مالا كثيرا. لكن هل يكون وارثا مالا يبقى الولي يخلو يحج به حجة يكلفه مالا كثيرا مثلا في هذه الحجة ويبقى نفقات باهظة على الصبي؟ يقول الفقهاء يقولوا لا، ما تتلعبش في مال الصبي، أنت هتحدده لكونه له مال، يبقى الحج بتاع على قدر النفقات اللي مطلوبة منه. إذا زدت عن النفقات بتاعتك تدفع أنت من جيبك باقي هذه الزيادة. يبقى الزيادة إذا كان الولي تعمد أنه ينفق مال كثير في ماله هو، ولكن على قدر الحد وقدر المنافع وقدر النفقة اللي كانت في الحضر ينفق عليه من ماله في هذا المال. يبقى الزائد بسبب السفر فمن مال الولي، فلو أحرم الصبي بغير إذن الولي جاز للولي أن يحلله كما قدمناها. فرضنا الصبي عايش في مكة مع أبيه، والصبي عنده 10 سنوات، وقال لبيك حجة في موسم الحج وأراد أنه يحج ورفض أبوه ومنعه من ذلك، فله أن يحلله حتى بعد ما أحرم الصبي، طالما أن إحرامه بغير إذن الولي. إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام، المحظور على الكبير محظور على الصغير، ولكن مرفوع عن الصغير قلم الإثم، يبقى هنا الخطاب مع الصغير خطاب التكليف مش موجود مع الصغير، بحيث نحن نقول له عليك الإثم بكذا، ولكن خطاب الوضع موجود، خطاب الوضع موجود، بحيث أنه لو أتلف شيئا يبقى عليه في هذا الإتلاف ما يكون من جزاء. لو أن الصبي قتل صيدا في إحرامه أو في الحرم يبقى جزاء الصيد موجود، هنا خطاب الوضع أنه هو مكلف بذلك، إذا فعل كذا يلزم فيه كذا، وإن كان الإثم مرفوعا عنه في ذلك. في محظورات الإحرام فيما يختلف عمله وسهوه كاللباس والطيب، ده بالنسبة للكبير، إذا الصغير صغير ده أولى، إذا كان الكبير لو لبس القميص أو العمامة أو البرنس وهو ناسي لا شيء عليه، إذا الصغير صغير كذلك لا شيء عليه بذلك. إذا تعمد الكبير عليه دم، طب لو تعمد الصغير، قدمنا في الكلام عن العمرة أن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الإمام الشافعي إلى أنه يلزمه الدم في ذلك على خلاف بين الشافعية في ذلك، وذهب الإمام أحمد وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزم الصبي شيء. الأحوط في ذلك أنه إذا كان الصبي اللي هو المميز يعقل ذلك ويفهم وفعل شيئا من هذه المحظورات أنه الأحوط عليه دم في ذلك، هذا الأحوط وليس الواجب. الأحوط لكون هذا لو كان يصلي صلاة الظهر مثلا فصلى بغير وضوء لأمرناه أن يعيد هذه الصلاة، فعل ذلك هذه عبادة من العبادات، وهو صلىها بغير شروطها أو فعل فيها ما يوصلها أمرناه بالإعادة، وهذه عبادة أيضا وهي الحج، فإذا فعل شيئا فيها ينقصها يبقى على ذلك يلزم في ذلك الدم على الأحوط في ذلك. ما يختلف عمده وسهو كاللباس والطيب، فقيل لا فدية على الصبي فيه لأن عمده خطأ، وقيل عليه الفدية وهذا الأحوط فيه. وما لا يختلف عمده وسهوه كالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار فعليه فيه الفدية، يعني ان هو استهلاك للشيء وإتلاف للشيء لأنه صاد صيدا فأهلك هذا الصيد، كذلك حلق الشعر فعليه في ذلك الفدية أيضا على الاحتياط في ذلك، لكن جزاء الصيد هذا اتفاقا إن عليه جزاء الصيد. اختلف العلماء في الفدية إذا وجدت، هل تكون في مال الصبي أو في مال الولي؟ يعني لو الصبي عمل شيء نقول الولي أنت ما عاد تعمل إيه، أنت ولي مفروض بتمنعه من هذه الأشياء، فإذا وجدته فتركته يصنعها يبقى من مالك أنت. إذا رأيته ماسك المقص بقص شعر أنت تتفرج عليه تقول هو صغير يبقى يلزمك أنت هذه الفدية عليك أنت أشياء. وجدته يأخذ الطيب ووضع الطيب وأنت تسكت عن ذلك فيلزمك الفدية في ذلك. فالأصح أنها في مال الولي وهذا مذهب الإمام مالك. هذا إذا أحرم بإذن الولي وهي كالفدية الواجبة على البالغ مثل نفسه، فإن طلب صوما أو غيره فعله وأجزاه. إذا كان الفدية مخير فيها بين أشياء منها الصوم فصام الصبي أجزاء ذلك. فإن أحرم بغير إذن الولي فالفدية في مال الصبي، لو أن صبيا عنده 10 سنوات 12 سنة وحج من غير إذن الولي فذهب هنالك كان من أهل مكة وفي موسم حج خرج مع الناس وحج ووقع في هذه الأشياء يكون مالي هو عليه هذه الفدية إذا قتل صيدا أو نحو ذلك. إن كانت فدية تخيير بين الصوم وغيره
واختار الصبي أن يفدي للصوم صام ويجزئه لأن صوم الصبي صحيح. لو أراد الولي في فدية التسيير أن يفدي عنه بالمال لم يجوز لأنه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه. إذا أراد الولي إذا كان هذا مخيرا وطلب الصبي أن يصوم والولي قال هندفع المال فقال لم يجوز ذلك وليطلب الصبي يصوم إذا كان المال غير متعين. لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه فهذه الأفعال من معذورات الإحرام. فالذي فعل هذا الشيء ليه فعل هذا الشيء؟ إن لم يكن لحاجة من غير حاجة بعد ما الصبي أحرم الولي أصله شعره الولي وضع له صيبا في بعد ما أحرم يبقى الفدية في مال الولي إنه بينتهك حرمة الإحرام. كذا لو طيبه أجنبي إنسان أجنبي وجاء على الصبي وحط له طيب أو حلق له شعره وهو محرم يبقى هنا الإحرام هذا مناسك لعبادة ولا يجوز لأحد أن يتلاعب بالمناسك وبالعبادة. إذا فعل الغريب جارد لهذا الصبي يبقى الفدية في مال هذا الذي فعل الأجنبي. إن فعل الولي ذلك لحاجة الصبي ومصلحته إذا كان بحاجة الصبي ومصلحة الصبي فالفدية في مال الصبي. إذا كان ذلك للحاجة أو للمصلحة للصبي فلبس الصبي مع مرض الصبي راح لبسه هدوم لبسه قميص لبسه لوفر لبس شيء من الأشياء لمصلحة الصبي يبقى الفدية الآن في مال الكبير الولي وليس في مال الصبي. لو ألجأه الولي إلى التطيب أو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي يعني بعد ما أحرم هذا الصبي بإذن الولي وبعدين أخذه إلى عرفات قدم العرفات وخليه يخلع نفس الإحرام ولم يجعله يكمل هذا الإحرام. قول الآن وقف بعرفة والحج عرفة الحج عرفة لابد من إكمال هذا الحج والذي انتهك هذا الإحرام لهذا الصبي هو الولي فالفدية في مال هذا الولي. إذا أنجأه إلى التطيب أو فوت عليه الحج فوات الحج بإنه حبسه بعد ما أحرم ومخلهوش لا يروح عرفة ولا يفعل أفعال المنافق والحج عرفة ضاع منه فات منه الحج إذا هنا الفوات بسببه يلزمه الدم إذا في ما من فوت عليه الحج وهو الولي. إذا تمتع الصبي أو قرن فدم التمتع أو دم القران في مال الصبي إذا حج قارن أو حج متمتعا والصبي مال إيه من ماله. لو جامع الصبي في إحرامه لو كان الصبي 12 سنة وليس بالغا وفعل ذلك فسد الحج وصار يلزم القضاء بعد ذلك. لو جامع الصبي في إحرامه ناسيا يبقى على ذلك لا يفسد لأنه قلنا في الكبير لو نسي لم يفسد الحج. لو تخيلنا ذلك ولم يكن كاذبا لم يفسد حجه بهما إذا كان صبيا وناسيا لم يفسد. لكن لو حد لو أنه جامع عامدا يفسد الحج. الآن نقول يلزم القضاء على الكبير هل الصبي أيضا يلزمه القضاء في ذلك؟ الراجح أنه لا يلزمه القضاء وإنما الذي عليه حجة الإسلام بعد ذلك وعليه هنا الهدي في ذلك. وهل إنه على الوجوب إنه عليه الكفارة في ذلك ولا ليس على الوجوب اختلف العلماء في ذلك. والفرق بين الصبي الذي جامع وبين من تطيب أو لبس فلزمته الفدية أن المجامع قد فسد حجه والآخر لم يفسد حجه فيجبر بالفدية. يعني عايزين نقول هنا كان مسألة مختلفة فيها فالصبي الذي وقع في الجماع في أثناء المناسك هنا اختلف العلماء انه قول عند الشافعية يلزمه القضاء القضاء وهذا صدق انه واجب الان وعليه الكفارة ايضا في ذلك وقول اخر انه لا يلزمه ذلك وهذا الذي ملنا اليه في ذلك مع وجود القول الاخر انه افسد الحج زي ما افسده الكبير الزمناه بالفدية يبقى نلزمه كذلك له. لكن الذي ذكرنا في الترجيح ان هذا صبي صغير ولا يجب عليه الحج ابتداء فلو قلنا أنه أفسد هذا الحج يلزمه القضاء لأوجبنا عليه قضاء وهو صبي صغير بحكم تكليفي وليس بحكم وضعي فعلى ذلك اخترنا فيها أنه وهو صبي صغير إذ اختلف العلماء وذهب البعض إلى أنه إذا أفسد الحج بالجماع عليه أن يمضي في هذا الفاسد وعليه أنه يقضي كالكبير وعليه أيضا الفدية عليه دم فيها
هذا قول من الأقوال. وقلنا إن الأرجح أن الصغير صغير غير مكلف الآن. طيب هيمضي في هذا الحد الفاسد الأفضل أن يمضي في هذا الحد الفاسد الذي أفسده بهذا الجماع. طيب عليه الكفارة ولا معلهوش هذه الكفارة؟ هيفرق العلماء بين من تطير وعليه الفدية وبين من جامع وقالوا معلهوش فدية ولا غيره. من جامع وقالوا معلهوش فدية فسد الحد بتاعه، فسد الحد بتاعه ولم نلزمه بقضاء لكونه صغيرا والصغير لا يجب عليه ذلك. طيب عليه هدي في ذلك أو فدية؟ قالوا لا ما نلزمهوش بهدي ولا فدية. طب ليه ألزمته إذا وضع الطيب أو لبس الثياب بالفدية ولم تلزمه هنا؟ قالوا الذي لبس الثياب أو وضع الطيب الحد منه صحيح، فأردنا جبر هذا الحد حتى يجبر هذا الحد فيكون له أجر فيه. أما هذا حد فاسد ولا إثم عليه، هنجبر له إيه بدم؟ ما فيش جبر لشيء، فيكفي ما تكلفه وفرط في ذلك وليس له أجر في هذا الذي فعل، فليس له شيء فيها. إذا كأنه فرط، وهذا الذي منا إليه هنا أنه حده فسد بذلك ولا يلزمه المضي فيه ولا الكفارة على قول من أقوال أهل العلم. وفرق بينه وبين من ألزمناه بالهدي أو بالفدية فيه لكون هذا يجبر الخلل الذي في حده فيصح منه الحد ويكون كاملا بهذا الذي دبره. أما هذا فقد فسد منه فلا نلزمه بقضاء، لأن الصبي لا وجوب عليه أصلا فلا يلزم بقضاء، ولا نلزمه بالكفارة نقول حنكمله إيه وهو قد أفسده، لكن الذي يلزمه ذلك الكبير في هذه المسألة مع وجود الخلاف للعلماء في ذلك. وفصلنا كلام أو خلاف العلماء اللي ذكروا الإمام النووي وغيره في الهوامش في هذه المسألة. إذا نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقد ثم عقده بعده وجبت الفدية في مال الولي خاصة، يعني هيحرم عن هذا الصبي واخده عشان يحج به، لما جاء عند الميقات قال مش هنحرم عنه الآن بعدين يبقى نحرم عنه، ومر به عن الميقات يبقى الآن جاوز الميقات، محرم ولا غير محرم؟ غير محرم، هو ناوي للحج أو أنه يحج بهذا الصبي، يبقى مجاوزة الميقات غير محرم، الإثم فيها على هذا الكبير، يبقى الفدية في مال الكبير. حكم مجنون حكم الصبي الذي لا يميز في دنيا ما سبق، لو فرض الولي لمن قد جن بعد استقرار فرض الحد عليه وأنفق على المجنون من ماله فإن لم يفق حتى فات الوقوف غرم الولي زيادة نفقة السفر. من وجب عليه الحد أو استقر عليه الحد، إنسان كان عاقلا واستقر عليه الحد وبدأ أن يحدث له شيء أو بدأ من الجنون، فخرج هذا الإنسان اللي هو الولي خرج بمن جن وقد استقر عليه الحد، يعني كان في عقله وجب عليه الحد، حصل له نوبات من الجنون أخذه الآن وخرج به ليحج، قال ما هو وجب عليه الحد. الإنفاق على المجنون في خلال هذه الفترة ينفق من ماله هو من مال الولي، فإن لم يفق حتى فات الوقوف هيغرم الولي نفقة السفر أيضا، يغرم نفقة السفر ويغرم النفقة كلها. إذا أفاق وأحرم وحد فلا غرم، إذا أفاق هذا الذي كان عاقلا وجب عليه الحد ثم جن وأخذه الولي أحد به وأنفق الولي في خلال ذلك، إذا أفاق هيأخذ ماله من هذا الذي صار عاقلا الآن، إذا لم يفق فهو حيغرم المال لأن وقت ما فرض به كان مجنونا. يشترط لاحتسابها عن حدة الإسلام إفاقته عند الأركان الإحرام والوقوف والطواف والسعي، والمغمى عليه لا يصح إحرام وليه عنه ولا رفيقه عنه لأنه غير زائل العقل ويرجى مرؤه عن حق. إذا كان الإنسان أغمي عليه فلينتظر ما يجوز به الميقات لغاية ما يفيق هذا، والعادة في المغمى عليه يغمى عليه ساعة ساعتين يوم ولا شيء بعد ذلك يفيق، بعد ذلك لا يحرم أحد عنه وانتظرون عليه حتى يفيق. أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحد لأن منافعه مستحقة ومستحقة لسيده فليس هو مستطيع، الإجماع أن العبد لا يلزمه ولا يجب عليه الحد، لكن إن أذن له سيده صح منه وليس حدة الإسلام ولكن تغني عن حده في وقته. إن أحرم بإذنه بإذن السيد لم يكن للسيد تحليله سواء بقي نسك صحيحا أو أفسده، فإن أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم اعتق فلهما أربعة أحوال، يعني شوف هنا له صبي صغير
أحرم بالحج ثم صار بالغا بعد ذلك. إمتى صار بالغا عشان نقول هذه تجزي عن حدة الإسلام ولا لا تجزي عن حدة الإسلام؟ الحالة الأولى أن يكون البلوغ والعفق بعد فراغ الحج. يعني هذا صبي صغير عنده 13 سنة 13 وشوية، حد منتهى من مناسك بعد ما خلص خالص بلغ الآن، وهنا هذه الحدة لا تجزي عن حدة الإسلام، لا تجزي عن حدة الإسلام. كذلك إذا كان عبدا وبعد ما انتهى من الحج أعتقه سيده لا يجزي عن حجة الإسلام، وإنما تطوع ويلزمهما إن استطاع بعد ذلك حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. الحالة الثانية أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج لكنه بعد خروج وقت الوقوف في عرفات. خرج وقت الوقوف من عرفات بمضي ليلة العيد، يغايد ما طلع الفجر في يوم العيد، طلع الفجر بالآن ما فيش وقوف بعرفة. لو أن هذا الإنسان كان عبدا ووقف بعرفات لغاية مغرب الشمس هو عبد، ذهب إلى المزدلفة هناك قبل الفجر سيده قال له أنت حر، صار حرا يبقى يجري يلحق يذهب إلى عرفات فيقف في عرفات حتى تكون له هذه حد الإسلام، فيقف بعرفات حتى تكون. كذلك إنسان صغير خرج من عرفات هذا صبي وصل إلى المزدلفة نام فحسلا بالليل صار كبيرا الآن يرجع إلى عرفة ليقف، فإن وقف يجزي ذلك عن حد الإسلام. لكن إذا لم يقف بعرفة غاية هذا بلغ وهذا أعتق فلا تجزي هذه الحد عن حد الإسلام، لأنهم لم يدرك وقت العبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحال الثالث أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو حال الوقوف بلوغ الصبي أو عتق العبد فتصح وتجزي عن حد الإسلام. الحال الرابع أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج وقت الوقوف، فإذا رجع إلى عرفة كما ذكرنا يبقى صح في الحجة، فرضنا أنه بلغ وهو في المزدلفة قبل الفجر فلحق يرجع إلى عرفة ويقف ولو لحظة من الليل قبل طلوع الفجر صح. كذلك العبد الذي أعتق لو رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر صح منه الحج. لو لم يعد هذا ولا ذاك إلى عرفة لغاية ما طلع الفجر لم يجزي عن حجة الإسلام وكان تطوعا. فإذا أجزأه عن حجة الإسلام إذا هنا لو كان قد سعى في حال الصبا عرق اللي حنقوله عن الصبي الذي بلغ حنقوله عن العبد الذي اعتق، فرضنا هذا العبد الذي قد أعتق كان حج مفردا، الحج كان مفردا وهو في حال رقه قدما فطاف طواف القدوم بالبيت وسعى بعدها سعي الحج، سعى بعدها سعي الحج، الآن هو وقف بعرفة وهو عبد توجه إلى المزدلفة بالليل أعتق لحق ورجع إلى عرفة، إذا وقف الآن بعرفة وهو عتيق صار عتيقا الآن، السعي الذي سعاه قبل ذلك كان نافلة أو كان تطوع كان عن حجة التطوع، الآن يلزمه سعي الركن الذي هو عن حجة الإسلام، يبقى لابد وأن يفعل الحلفوف طواف الركن ويسعى بعده مرة أخرى من السعي الماضي لا يجزي عن حجة الإسلام. يبقى لابد من السعي أنه ركن قد وقع في حال النقص فوجبت إعادته بخلاف الإحرام فإنه مستدام، مش هنقول له ارجع احرم من الميقات مرة ثانية او ارجع احرم ثاني ان هذا عد الوقت بتاعه، لكن السعي مازال الوقت باقية والاحرام مستدام يعني في كل وقت هو محرم، ولا يلزم بذلك دم لا إساءة ولا تقصير. والتوقف في العمرة كالوقوف في الحج، الطواف في العمرة ركن من الاركان كالوقوف في الحج، اعظم اركان العمرة الطواف، الرسول اتفق على انه ركن في العمرة لكن السعي مختلف فيه هل هو ركن اركان العمرة ولا هو واجب من واجباتها ولا هو سنة فيها، لكن الطواف اتفق عليه. فلو انه اذا طاف بالبيت عتق قبل الطواف او بلغ الصبي قبل الطواف صارت عمرة الواجبة عليه، اذا كان بعد ما طاف بالبيت على ذلك هذا ركن من اركان العمرة للطواف في العمرة كالوقوف في الحج، فإذا بلغ أو عتق قبله أجزأته عن عمرة الإسلام، وكذا لو بلغ أو عتق فيه في أثناء ما هو يطوف بالبيت وإن كان بعده فلا. من حجر عليه لسفه وقد وجب عليه الحج فليس الولي أن يدفع المال إليه بل يصحبه وينفق عليه بالمعروف.
هنا السفيه، السفيه الذي لا يقدر على التصرفات المالية إلا بسفه يضيع المال، يبقى هنا هذا المحذور عليه، محذور عليه لحفظ نفسه لأنه سفيه يخشى عليه يضيع ماله، فإذا وجب عليه حج يكون الولي معه لا يعطيه من في يديه، وإنما الولي ينفق عليه لأن هذا محذور عليه بسفهه لحفظ نفسه. يبقى أصحاب الولي ينفق عليه أو ينصب قيما ينفق عليه من ماله السفيه. لو شرع في حج تطوع بعد الحبل فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على المحصول المعهود. السفيه سفيه حجر عليه الحاكم لكونه سفيها، يبذل في المال ويضيع المال ما عرفش يصرف هذا المال. فإذا كان حج حجة الفريضة ثم بعد ذلك بسبب سفهه أراد أن يحج حج التطوع بعد ذلك، للولي أن يمنعه من ذلك، للذي قام أو قيم عليه له أن يمنعه من ذلك. فلو لم تجد هذه عن نفقته المعهودة ولم يكن لهذا الإنسان كسب، لم تجد أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة المؤمن السفر، وجب إتمامه ولم يكن له تحليل. يبقى هنا فرق بين إن يحج تطوعا وهو معه مال هو فيه، ولكن معه مال تحدي حجة الفريضة ومعه الولي أو القيم، أو أنه يحج الآن حجة نافلة من ممكن ماله يسع ذلك ويزيد، ولكن الولي له إذا وجده سفيها سيضيع المال والمال لا يكفي أنه يمنعه من ذلك. المال يكفي يقيم معه من يكون رقيبا على هذا المال وينفق عليه. يبقى لو شرع هذا السفيه في حد تطوع بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب ما حيخلص. فإن لم تكن هذه المؤنة تزيد على نفقته المعهودة أو كان له كسب يكسب ماله أول بأول بيجيله مال، يبقى على ذلك لا يحلله الولي أو القيم عليه، ولكن يجعل معه من يقوم بالإنفاق عليه ليحرص حتى لا يضيع منه المال. يصح حد الأغلف وهو الذي لم يقسم أن إنسانا كان نصرانيا أو وثنيا وأسلم ولم يكن قد ختن وأراد أن يحج، لا يلزمه الآن حتى يصح الحج، نقول لا بد من الختان، نقول لا يصح منه الحج حتى لو كان على هذه الحال. من حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأدأه. لو أن إنسانا معه مال وأراد الحج ولما ذهب للحج فعل شيئا من المحرمات، ركب الباخرة فكر مسروعة مثلا، خد تأشيرة مدورة سافر بها للحج أو نحو ذلك من أشياء، يبقى هنا فرق بين ارتكب الإثم عليه إثم وأنه يصح منه العمل. فالحج صحيح ومعنى صحيح أنه سقط عنه وجوب الإعادة أو القضاء، يبقى العمل أجزاء. أما مقبول فالعلم عند الله سبحانه. إذا من حج بمال حرام أو راكبا دابة مصوبة يأثم هذا الإنسان ويصح الحج ويجزئ، معناه يجزئ يعني مش هنقول له حج تاني، لكن هو مقبول، هذا أمر إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.